هنعمل باي سهل قوي، حلو قوي. هي وصفة انجليزي قديمة مش قوي، بس نشيلها نحطها هناك. اوكي، هنعمل البانوفي باي. بانوفي باي، بانوفي من بنانا وتوفي، يعني هم عملوا اختصار للاتنين مع بعض. انا مش لاقيه الكارت بتاع المقادير، هقول المقادير من غير كارت مش مشكله. القاعده بتاعتي كوبايتين بسكوت وثلاث معالق زبده. هستعمل للتوفي صوص التوفي سكر وزبده ولبن مكثف، وهستعمل للحشو موز وكريم شانتيه وشويه قرفه. اول حاجه هعمل التوفي بتاعي، هحط، خلينا الطاسه تبقى غويطه احسن. البنانه هي الموز، والتوفي اللي هو صوص التوفي اخدوا اختصار من الاتنين فبقت بانوفي، بنانه وتوفي. خلاص هاجي ادي البسكوت، البسكوت كوبايتين بسكوت، اي بسكوت ساده عندك. هحط الزبده، الزبده بسيحها و بقلبه كويس فيها. باجي استعمل، بصوا بفرك البسكوت كويس في الزبده علشان يمسك. خلاص اهو اديني فرقته. هاجي بقى هنا هحط السكر بتاع التوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، هخليه يا محمد هخليه يتحرق. الو الو، ايوه محمد، وطي التلفزيون لو سمحت علشان تسمعني واسمعك. ايه؟ ايوه برافو. ايه يا حبيبي، عينيا. عايز خلطه الكريب. عينيا عينيا الاثنين. ماشي، هنقول النهارده الكريب ان شاء الله. انا دلوقتي جبت البايركس بتاعي او الصينيه، لو انت ما عندكيش الصينيه بتاعت الباي اللي بتنزل القاعده بتاعتها، هنحط ورقه زبده علشان اقدر اشكله بسهوله. انا حاطه السكر على النار علشان يتحرق معايا، وهاجي بالراحه ابتدي افرد في البسكوت بتاعي اللي انا عامله له الزبده بالراحه. والبسكوت ده يا اما هدخله الفرن، الديسك ده البسكوت هدخله الفرن 10 دقايق، يا اما هحطه في الثلاجه نص ساعه. ليه؟ علشان يمسك، لان انا لو استعملته وهو بالمنظر ده هيبقى مفتت، فلازم يا اما احطه في الفرن، فرن السخن 10 دقايق، يا اما بعمله حرف اهو. بصوا كده بالراحه نعمله الحرف، يبقى دخله نص ساعه في التلاجه الزبده تمسك في البسكوت فيتحول لديسك صلب اهو. كده كده، وطبعا بحاول اساوي قدر الامكان ارتفاعات الجنب اهي. خلاص، وبدخله، يا اما بدخله الفرن، بدخله الفرن بتسويه وبترفعي الحرف علشان تعرفي تحطي جواه الموز والصوص الكراميل. خلاص دلوقتي السكر اهو معايا بيتحرق اهو. مين معانا؟ يا ام يوسف. ام يوسف قلبي. ازيك يا عمر، عامله ايه؟ انت عامله ايه دكتوره ايه؟ حبيبه قلبي كله تمام طالما بسمع صوتك. منوره كده والله. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، تسلمي لي يا رب. انت عامله ايه واخبارك ايه؟ كله تمام. ايه قولي لي رايك ايه في المكرونه بتاعت النهارده؟ انا جبتها النهارده وعماله احاول في الاتصالات بس تحفه. جربيها بقى وقولي لي هتعجبك ولا لا. امال لو دقتها بقى. يلا اتفضلي معانا والله.
ربنا ألف هنا ليكوا كلكوا يا رب. حبيبة قلبي ربنا يخليكي يا رب، تسلميلي. انت تعملي كل مبدعة. بصي بصي ياسر حارس ياسر وجمالك. حبيبة قلبي اه شفتي جابهالك، هو معانا على الخط دايما ياسر ما شاء الله. صاحي دايما. اديله الصحة ياسر العسل ده. ربنا يخليكي تسلمي تسلمي. عايزة انت منورة والله. عايزة اقول لك اسكندرية النهاردة احنا في عز طوبة. يا ايه تورعد مش قادره اقول لك. اه بس يا بختكم حلو المطره حلوه برضه احسن من التراب، احنا ما عندناش حاجه الحمد لله، الجو عندنا حلو. ربنا يديمه نعمه علينا. الحمد لله الحمد لله. لله. انا بقول احنا في طوبه ولا ايه؟ الشتاء بيرجع تاني. معلش احسن من الحر، احسن من الحر. الجو حلو. كله خير من نعمه، كله نعمه من عند ربنا، كله نعمه وحلو الحمد لله. منوره وكل نورك يا قمر. خير سلمي على كل الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. يا رب يا رب دايما في الزياره والازدهار يا رب. حبيبه قلبي رب يخليكي تسلمي. عايز اقول لحضرتك كل اسكندريه لما بكلمك كله بيتصل بيكي. اه حبيبتي طبعا وشك حلو عليا. حبيبتي حبيبتي وشك حلو، تسلمي لي يا رب، ربنا يخليك. ربنا يزيدكم يا رب في الزهر وتقدم. ميرسي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. بصوا السكر بيسيح اهو اهو، انا بهزه كده اهو، مجهزه الزبده ومجهزه اللبن المكثف اهو. انا حطيته في وك علشان لما اجي احط عليه الزبده واللبن المكثف لو فار ما تبقاش الدنيا تبوظ، فعشان كده دايما اعمليه في حاجه غويطه شويه، يعني مش لازم طاسه رفيعه، دي حاجات بسيطه بقول لكم بس عليها علشان ايه. اهو ابتدى شايفين انا بقلبه بقى عشان كله ياخد اللون الذهبي، ما يبقاش في حتت اغمق من حتت. هو هيسيح معايا، بعد ما يسيح خالص هكون انا مجهزه الزبده، واحنا مجهزين الديسك اصلا اللي هنستعمله، لان ده المفروض ادخله التلاجه. طبعا انت بتعملي التوفي وبتعملي البسكوت وبتستني عليهم على البسكوت ما يكبد وعلى التوفي برده ما يبرد، ما تستعمليهوش وهو سخن هيبوظ لك الدنيا. بصوا اهو يا يارا. الو. ايوه يا يارا ازيك؟ الحمد لله. عينيا ليكي يا جميله، انا مش عارفه ابص لك لان لو سهيت عن السكر هيتحرق يا حبيبي. ها عينيا ليكي يا قمر. عايزه كب كيك بالشوكولاته. عينيا الاثنين هقول لك الكب كيك بالشوكولاته من عينيا. بصوا السكر اهو انا رفعته علشان يدوب كل التكتلات تماما اهي، وبعدين بنزل عليه بالزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه. وبعد كده بسم الله اللبن المكثف. هيقفش معاكي بس ما تقلقيش، هيرجع يفك ويبقى صوص توفي فظيع. بالراحه بقى كده نوطي النار عشان ما يشتش، وبالراحه هتقلبي هيتكون معاكي صوص توفي ملوش حل، ومفيش اسهل من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه بس خدي بالك ما يطرطش عليكي، خدي بالك ما يجيش على حاجه. بص اهو هبعده هكمل علشان يفك يفك اهو. شايف اهو يا ياسر شايف؟ ادي التوفي بتاعنا، بس طبعا هو سخن ما ينفعش استعمله دلوقتي علشان ما يفكليش الديسك، يعني اللي انا عاملاه هيرجع ده اللي هو لسه هيتحط. ادي ديسك البسكوت شايفين اهو، احنا عاملين صوص توفي من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط التوفي بتاعنا، لازم يبرد طبعا لازم يبرد والا هيفكوا، يعني انا جمدت حطيت البسكوت عشان يجمد. وبصوا اهو
ادي قبل ما احطه شايفين بيبقى ازاي ماسك نفسه البسكوت، وريهم اللي هي من غير توفي يا ياسر اهو، شايفين ازاي ماسك. لو انا بقى حطيت التوفي السخن هيروح فاكك، يبقى انا عملتش حاجه اهو. بفرد التوفي في الباي كده، وبعدين باجي الموز. الموز لازم اعمله ساعتها علشان ما يسودش، يعني ما ينفعش ان انا، يا الا هحط له معلقتين عصير برتقان او ليمون، بس ليمون يعني هيعمل طعم. لو عندك عصير برتقان اعمليه. الموز اهو بقطعه شرايح بالورب كده اهو، وبحطه على التوفي اهي كده اهو. عايزه اقول لكم الباي ده سهل ما فيهوش حاجه، بس طعمه فظيع وشكله في الاخر حواليكوا شكله تحفه. لا استنى ناخد نص موزايه تانيه علشان ايه لسه اهو. الموز بقطعه بالورد اهو اهو ادي خلاص. يبقى انا عملت البسكوت، عملت التوفي، وحطيت الموز. هاجي بقى اعمل ايه بعد كده؟ الكريم شانتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وردات الكريم شانتيه. ممكن لو تحبي تحطي شويه كريم تشيز مع الكريم شانتيه اهو. انا هخلي الموز باين، وحاجه اخر حاجه، اخر حاجه بقى القرفه، رشه القرفه كده على الكريم شانتيه. يا سلام يا شايفين اها، ادي القرفه على الكريم شانتيه. ايه رايكم بقى اهو اهو، مفيش احلى من كده اهو. وادي صوص التوفي ابتدى، بصوا اهو هدي اهي شايفين، ادي صوص التوفي اهو. اجيب معلقه بقى غويطه شويه عشان ايه اهو. ادي التوفي، ادي صوص التوفي اللي عملناه شايفين، تحفة اها يجنن. ده صوص التوفي بتاعي، ده انا ممكن احطه بقى في برطمان يفضل عندي في التلاجة لمدة شهر، برطمان نظيف معقم، يفضل الصوص ده عندك لمدة شهر تستعملي منه وقت ما تعوزيه. ممكن من غير الباي خالص، شوية موز وعليهم صوص التوفي وتتمزجي كده بيه.